في هذا اليوم زحفت جماهير هذا الوطن العزيز لتلبية النداء الذي أطلقه السيد عبد الله الغريبي لمناصرة والوقوف مع شيخنا الكبير الشيخ عيسى قاسم. نحن هنا لنلبي هذا الفقيه كما لبيناه وكما كنا معه. جاءت هذه الحشود لتسمع هذا الفقيه نداءها، نداء عزة، نداء كرامة، بالروح بالدم نفديك يا فقيه. علمتنا أن نعيش بعزة، علمتنا أن نعيش بكرامة، علمتنا أن نكون الأوفياء للإسلام كما أنت وفي للإسلام، وسنبقى معك في طول الخط. أنت حامي هذه الجماهير، أنت سند هذه الجماهير، وستبقى هذه الجماهير وفية لك وترخص الدماء من أجلك. نحن نعلن من هنا من ساحة التراث، نحن لن نتخلى عن سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم. جئنا له في جمعة الوفاء لنلبي له هذا النداء، لبيك يا فقيه. خوف ليس على الشخص بقدر ما يمثله هذا الشخص من ضمانة للوطن. يوم الالتفاف حول القائد الذي ذاب في حب الشعب، يوم القائد الذي قدم الكثير من أجل هذا الشعب، من أجل كرامة هذا الشعب، من أجل وحدة هذا الشعب. اليوم يوم وطني بكل امتياز. الحكومة التي لا ننتخبها ولا تمثل إرادتنا هي حكومة فاقدة للشرعية، وأجهزتها مثلها ووزراؤها مثلها، ونحن نرفض أي حكومة تفرض علينا وهي في نظري كالميتة، لا يتعامل معها إلا بقدر الضرورة. إحنا مو أهل الكوفة، تلفك الحسين لوحده، رفاقين وياه، نساء، رجال. اليوم هذه رسالة أولى، وجاية الرسالة. يعطيكم العافية.